شنو زعيم عنده مصرف العملة والدولار نهلك بالأسعار على مود زعيم عنده بنك؟ والله حرقه هو وبنقه. ذلك تضغط يعني حتى الآن أقرأ أسمع من منصات قريبة جدا حتى قريبة من الحكومة أنه لا بد من إقالة محافظ البنك المركزي. ليش؟ لأن هؤلاء هم أصحاب المصارف، وطبعا جزء منهم هم من البيئة السياسية، فكيف يمكن لحكومة بيئتها جزء من بيئتها السياسية قد تكون تمتلك هذه المصارف؟ شوف أكو إشكالية. ليش؟ نرجع لأنه المحاصصة ما ممكن تدفع بأداء فارق أو وجود أداء حكومي مختلف، ولهذا نشكل على المحاصصة. حكومة السوداني وهو باعترافه هي حكومة محاصصة، حكومة أحزاب سياسية، وإلا هاي المصارف لا أستاذ نجم، هاي المصارف المصارف إليك لو إلي لو الدكتور منقذ لو هذا الناس يعني. لا الحكومة، هي الحكومة سياسية. الحكومة والبرلمان وكل من يشتغل يعرف هاي المصارف المن هو المن تهرب بالضبط. ويا صاحب واجهات، هاي واجهات يعني انتو الان بالضبط. دكتور حسان فانت تخيل، انت تخيل تخيل اذا مصرف معين لزعيم سياسي إذا يريد يسده مثلا الحكومة تقدر او المحافظ يقدر، محافظ البنك لا 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 سرعة دكتور تطلع. دكتور من الكبار، من الكبار ان يسد مصرف لزعيم سياسي. هذا زعيم ابيضت عيونه بالقتال وبالنضال، لهذا العدالة شكل لك لا ما يصير. الشعب يجوع، الشعب يجوع. لا شوف 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 وين المسألة. ان يعيش الزعيم ويعيش الزعيم ويسقط الشعب. شنو زعيم عنده مصرف العملة والدولار نهلك بالأسعار على مود زعيم عنده بنك؟ والله حرقه هو وبنقه. هاي مو سياسة، هذا هاي مو سياسة. كلهم يعرفون انتم تضحكون على الشعب لو تضحكون على انفسنا. شنو الخزانة الامريكية وليش تصل المصارف والتي اغلقت؟ الاسلامي 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 الاسلامي. هسه مسقطتوا حتى سمعة الاسلام من وراكم. الناس قام تحرق القرآن والاسلام براء منكم. لا تفضل. شوف استاذ نجم وين المأساة. يعني كان مفروض لو اكو مثلا عمل مؤسساتي كان مفروض انه قرار يعني اغلاق المصارف يكون قرار حكومي، المصارف الاهلية قرار حكومي، قرار تابع للبنك المركزي. ارجع مرة ثانية بال 2018 ايضا كان هناك اغلاق لعدد من المصارف، طبعا مصارف مرتبطة بدول خارجية ولذلك كان جزء من عملية الإقالة. المهم انه وزارة الخزانة الامريكية هي الآن من تحافظ، هذا الواقع اللي جاي يصير، إنه هي اللي جاي تحافظ على أموال العراقيين، لأن أكو إرادة سياسية تمنع إنه يصدر قرار الدولة العراقية بغلق أي مصرف أهلي مخالف لتعليمات طبعًا البنك طبعًا المركزي. طبعًا طبعًا طبعًا. شوف طبعًا طبعًا. يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي تحافظ على أموالنا من التهريب. زين دكتور حسان، وين اكو هيك منطق يعني؟ وين اكو هيك منطق؟ انا اريد افتهم. لا مو منطق. هو شنو هو شو وقت لقيت لك من 2003 لليوم شو وقت لقيت لك منطق؟